تعالى. فقال الله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم بالسبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. عظمت اليهود السبت، وهذه الأمة تعظم الجمعة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نحن الآخرون، يعني ظهورا زمنا، السابقون الأولون يوم القيامة. وهذا هو اليوم الذي فرضه الله على الأمم فحادوا عنه ولم يعتدوا إليه، أي يوم الجمعة. وقد جمع الخلق بخلق أبينا آدم كما مر معنا في أول اللقاءات في آخر ساعة من عصر يوم الجمعة. فلما جمع الخلق فيه سمي ذلك اليوم يوم الجمعة، فعظمته هذه الأمة كما عظمه نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ولما كان يوم الجمعة سيد الأيام شرع لنا في ليلته وفي يومه الصلاة على سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه. فالتقابل في شرع الله قائم، كل من يستقرئ نصوص الوحيين كتابا وسنة يجد التقابل بين الأشياء. فلما كانت الدماء والأعراض والأموال من أعظم الحرمات قابلها النبي صلى الله عليه وسلم باليوم، وهو كان يوم عرفة، وبالشهر، وكان شهر ذي الحجة، وبالبلد وهي مكة. فقابل ثلاثة من الحرمات المستقر في قلوب العرب آنذاك تعظيمها، قابلها بثلاث من التي جاء الشرع بتعظيمها: الدماء والأعراض والأموال. إن أعراضكم ودماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هكذا قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه. في اللقاء